من بعد كانت يديها ما يتحركوش، ومن بعد كي درت لها الزجوره الحمد لله كان واحد يحبسوا خلاص، ومن بعد تما بقى غير رجليها هاني سماها مازالو. والعمليه هاني درت هنديرها في مستشفى اسطنبول، مستشفى لايف في اسطنبول تركيا. هذا تما المستشفى تما الطبيب طلب عليا ربع جرعات، ديت لها زوج الحمد لله كيما قلنا كيف، وبقاو لها دوز زوج هادو. هو السيد خلص لها الجرعه هي خلصت الحمد لله، خلصت في الاوبيتال. درك الجرعه مازالت الجرعه اللي نمتها شويه، والمبلغ تسمى اللي مازال كيما قلت المبلغ كامل 220 مليون. المبلغ هذا ما نقدرش عليه، مبلغ كبير، وانا شريت عامل بسيط ماشي. وفي ان شاء الله نديها للمستشفى ان شاء الله تعالج. وثم كما قلنا العمليه ما ممكن تعديلها في جوع مستعجله يعني جدا، تكون يعني لميت هذه المبلغ وديتها. ونقول نقول القلوب الرحيمه، اجركم على الله وديروها كي بنتكم، وبارك الله فيكم.